بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام على بركة الله. نعمل البلاغة بهذه الطريقة. إذا فكل دورة قمت بدورانها بهذا الترسان، كل دورة بالترسان على البلاغة، أقوم بضرب حوالي غرزتين أو ثلاثة حتى أرى أن الدورة، دورة الترسان، ثابتة. وأستمر ضربات الإبرة والخيط. فبالنسبة لعمل البليغة دائما أستعمل هذه الأصابع، ثلاث أصابع، أقوم بالقبض بهذه الطريقة، ثم هذا أقوم بهذه الطريقة، ثم أقوم بتابع الغرزات. فبعد مشي الغرزات بالإبرة والخيط أقوم بنقل قليل هذه البليغة. وأحاول جيدا أن أركز على الضربات بالإبرة والخيط وأركز على البليغة أيضا. لا أعمل بشدة، لأن العمل بالشدة يصدر لنا وينتج لنا مشاكل في الإتقان. إذا دائما الدورة الأولى التي أقوم بالضربة الأولى التي أقوم بخيط يعني هذه البليغة، دائما الدورة الأولى صعبة قليلا. فبالنسبة للدورات المتوالية فهي تتم بسهولة. إذا مشاهدينا الكرام، وصلت إلى الدورة، هذه هي الدورة التي قمت بدورانها، ثم أقوم بهذا الترسان، أقوم بغزله قليلا، ثم أقوم بدورة على هذه العين، وهذه عين فلوس، نحن نقول عين فلوس، هذه العين بها، ها هي. إذا أقوم بالدوران عليها، ثم أقوم بمتابعة الغرزات بنفس الطريقة. فمشاهدينا الكرام، فالأحسن في الخياطة والأهم في الصناعة التقليدية للنساء أو الرجال، فهي ما أجمل العمل من خدمة المعلم، لأن خدمة المعلم تعتبر خدمة الزواج، لأن الزواج يعني يسمى بخدمة المعلم، سواء البليغات أو الدولارات. فبالمناسبة
ففي الفيديو القادم إن شاء الله إليكم عمل أحسن دولارة. إذا نتركها في الفيديو القادم لنتعرف ولنكتشف هذه الدولارة التي أعملها بالترسانة الغليظ، فهي من أهم الدولارة. قد تكون هذه الدولارة شيئا استفدناه في هذه الأيام التي قمت بوقف معكم فيديوهات في مجال الخياطة التقليدية. إذا مشاهدينا، بعد الدورة الثانية أقوم بنفس الطريقة التي قمت بها في السابق، أقوم بالدورة على هذا العين أوفلوس، هذه العين أوفلوس أقوم بالدورة عليها، ثم أقوم باستمرار ضربات بالإبرة والخيط. مشاهدينا الكرام، الدورة الثالثة قمت بدورها، والآن نفس الطريقة ونفس ها هو إذن البليغة. قريبا أنتهي من عمل هذه البليغة، فعمل البليغة من أهم الأعمال ومن أشهر الأعمال التي يعشقها السيدات، ودائما أستمر في غروزات. الدورة الموالية الرابعة انتهت، والآن قم بنفس الطريقة. وفي الآخر قم بهذه الطريقة، ثم هنا قم بتقطيع هذا الترسانة. ثم آخذ إبرة التخرس، وأحاول أن أجذب هذا طرف من الترسان، ثم أقوم برتقها. فبالنسبة لخاتمة وإنهاء البليغة كليا لها طريقتين، هذه الطريقة والطريقة الأخرى، فهي أريها لكم. قبل انتظروني لحظة لأري لكم الطريقة الأخرى. إذا انتهيت من عمل البليغة، هذه هي البليغة التي لدينا، ها هي. إذا رائعة جد، ممتازة.
البليغة، ها هي إذن. فبالنسبة للطريقة الأخرى، فبالنسبة لوصول هذا الترسانة هنا، لا ندخله في هذه العين الصغيرة، فهو نقوم مثلا بهذه الطريقة، وهنا أقوم برتقه هنا. لها طريقتين لختام هذه البليغة. فمشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة.